تشاهدون الآن فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والرحمة للغراء بالخيرات تأتينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أخي، جئت الليلة أسألك، أين قلبك؟ كان آخر لقاء لنا في هذا المسجد منذ 15 سنة أو أكثر قليلاً، وكان عنوان الدرس تزكية النفوس. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. وها نحن نعود مرة أخرى لنتساءل بعد هذا العمر، أين قلبك يا عبد الله؟ اللهم أحيي قلوبنا،
القلوب لها قصة طويلة بدأناها منذ فترة في صغو القلوب، ثم قلوب آثمة، ثم شتات زوغان القلوب، ثم شتات القلوب، ثم غرق القلوب. قال الله جل جلاله: فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوبهم في غمرة الكلام عن القلوب يحتاج إلى قلوب فأحضر لي قلبك يا يرعاك الله إنني أبحث عن قلبك أنت أين قلبك يا عبد الله قال الله بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون هذا هو غرق القلوب حين يغرق القلب في الهموم في المشاكل في المشاغل في الشهوات في الفتن في الكلام في النكد في الناس حين يغرق القلب وفي مثل زماننا وهذه الأيام التي نمر بها أسباب غرق القلوب كثيرة ومتعددة وصار الغرق سهلا أن يغرق قلبك جئنا الليلة نبحث عن أسباب النجاة وكنت ذكرت سببا أوليا جامعا للنجاة هو التوحيد اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله التوحيد تعلق القلب بالله كلما تعلق القلب بالمطلب الأعلى تعلق قلبك بالله تعلقا صحيحا فإنه تتمزق كل القواطع وكل المشاغل وإذا تعلقت به نجوت وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا سبيل النجاة بعد التوحيد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون قال سبحانه عن بعض عباده المؤمنين وسبب نجاتهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم اللهم من علينا وقنا عذاب السموم الإشفاق الإشفاق أن تشفق على نفسك والله إن الذي يتفكر أيها الإخوة في الأحوال التي نحن فيها
حين أقول لبعض الناس أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن، يقرؤون في اليوم 5 أجزاء، يبدأون الختمة من عصر يوم الجمعة ويختمون عصر يوم الخميس، كل يوم 5 أجزاء في 6 أيام، 30 جزء، كل أسبوع ختمة. أنت بتختم كم مرة في الشهر؟ الكل يقول طب واجيب وقت منين لخمس أجزاء؟ الجري ورا لقمة العيش يا عم الشيخ، هي دي اللي بقولك بيها أشفق على نفسك. الفتن شديدة، وكثيرا ما نقول أن أكثر شيء في هذه الدنيا في هذه الأيام وأسهله المعاصي. أسهل شيء في الدنيا النهاردة المعاصي، تخرج الشارع ساعة واحدة ترجع لك بكم لا بأس به من المعاصي. أشفق على نفسك، عارف يعني إيه أشفق على نفسك؟ قول أنا غلبان، أنا أعمل إيه؟ أنا متحطم، أنا متدمر. أشفق على نفسك. قلت قبل كده، عارف يا عم الحاج، واحد في كشك كهرباء كده مكتوب عليه خطر مميت، ضغط عالي، ممنوع الاقتراب. يوم هو خلاص 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 يوم هو كشك كهرباء ضغط عالي ممنوع، مكتوب عليه ممنوع الاقتراب، يبص كده محدش شايفه، حاطط ايده على الكهرباء. اشفق على نفسك هتموت اهو. ده اللي يبص كده محدش معاه محدش شايفه ويعصي ربنا، زي بالظبط اللي حط ايده في الكهرباء. قال الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. انت جبت لنفسك. فلذلك اقول الاشفاق، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وده اللي كنا بنقوله في خطبة الجمعة اللي فاتت، إن الصحابة رضوان الله عليهم، شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رجل المواقف، لما يقولوا له ذهب إلى بيت المقدس ورجع، يقول إن كان قد قال فقد صدق رضي الله عنه. جاب اليقين ده كله منين؟ لما بعد ما وفاة النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم ويقف ويقولوا له الأعراب كفروا كلهم ومنعوا الزكاة، يقول والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. جاب الثبات ده كله منين؟ ومع ذلك كانت خشيته لا يكاد يسمع صوته في القرآن، إذا صلى لم يكد يسمع الناس من كثرة البكاء. اللهم ارضى عن سيدنا أبي بكر. رغم هذا اليقين وهذا الثبات ونزلت فيه الآية ولسوف يرضى، ومع ذلك خايف، مشفق، مرعوب. سيدنا عمر وهو عمر، الفاروق عمر الفاروق، ومع ذلك في لحظات الموت يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عمر، عثمان يبكي على القبر حتى يبل التراب، علي يمسك بلحية نفسي ويقول يا دنيا غري غيري وما كانت عنده دنيا. واحكي ابن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب.
حذيفة يقال مما تشتكي؟ يقول من ذنوبي. ما ذنوب حذيفة رضي الله عنه؟ هؤلاء هم القوم، وهذه شفقتهم على أنفسهم. وأحدنا لم يصلي عشر معشارهم، ولا قام ولا صام ولا ذكر ولا تلا، وهو مغرور معجب يصحر الخد وأنفه في السماء. بما الإشفاق، منزلة الإشفاق إشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخلق بالتماس المعاذير. واضح ولا ترجم؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. إشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد. أخي وحبيبي في الله، أريدك أن تعلم أن نفسك، أنك قد خلقت لك نفس أمارة بالسوء، نفس كما وصف الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. في النفس فجور، قال الله جل جلاله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر أمامه. هذه النفس الفاجرة الآمرة بالفجور لا تسكت ولا تكف أبدا. ومن عرف نفسه استطاع أن يحكمها. أخوتي، أول معصية وقعت على ظهر الأرض بسبب النفس، قال الله: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. شرك في زمن نبي وفي حضرة نبي بسبب النفس. لما عبد بنو إسرائيل العجل قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فتسويل النفس وتطويع النفس وتزيين النفس، حين تزين للنفس، تزين النفس النفس للإنسان عمله، حين تزين النفس للإنسان عمله. للأسف الشديد إن أخطر قضية في قضية الغرق، الغرق في الوهم. بعض الناس عايش وهم كبير قوي، عايش وهم عريض إنه ملتزم، إنه شيخ، إنه طالب علم، إنه داعية، إنه كبير، إنه فاهم. هي دي مشكلة ضخمة جدا، أن يعيش الإنسان هذا الوهم فيغرق قلبه في الوهم. وإذا أردنا أن نقيسه إلى مثال الإسلام الصحيح، نقيسه إلى صحابي. حين نقيسك إلى سيدنا أبي بكر تطلع إيه؟ طب لسيدنا عمر برضو؟ الله. طب ايه رايك نقيسك على سيدنا عثمان بن عفان او علي بن ابي طالب؟ طب بلاش الكبار دول كلهم، نقيسك على انس بن مالك؟ ولا ده كمان؟ فلذلك اشفق على نفسك ان تجنح الى العناد. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه. مش انت عارف
ان النظر للنساء حرام، عارفها دي؟ وان النظر للنساء الزنا العين، بتبص ليه؟ بتبص. انا عارفك. لا مش مرة واحدة، ده انت شغال. ذلك ايها الاخوة، قلنا في منزلة الزوغان، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ان زوغان البصر ابو عين زيغة سبب لزوغان القلب، قلبه يزيغ. قال الله جل جلاله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، ها؟ صرف الله قلوبهم. هو كده، إذا كانت عينيك زايغة هيبقى قلبك زايغ. لذلك بنقول إيه؟ الإشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. اوعى تبقى نفسك معاندة، اوعى نفسك تعند. حرام عليك، لا هعمل. لا يجوز، لا هعمل. ممكن نموت واحنا بنعصي، لا هعمل. طب كفاية كده، لا هعمل. قل لها يا نفس ما توديناش في داهية، احنا مش قد ربنا. ممكن يفضحك، ممكن يبتليك، ممكن يعاقبك. إشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد، إشفق عليها. قل لها ببساطة: ممكن ربنا يحمي عينيك اللي أنت بتحارب بيهم دول. قادر؟ قادر ولا لا؟ قلت لكم قبل كده زمان ان انا كنت في مستشفى بنها التعليمي اللي هي بتاعت الجامعة، مستشفى الجامعة في طب العيون، وشفت واحد، والله شفت بعيني، ما حدش قال لي، رأيت رجلا عنده سرطان في العين، فعينه كبرت بقت قد كده ومدلدلة، شايلها في ايده كده وماشي، شايل عينه في ايده كده وماشي. قد تبتلى بمثل هذا لو ما بطلتش، ما هو صبر عليك كتير، صح ولا لا؟ اسمه الحليم، رأك وأنت تعصاه، واطلع عليك وأنت تخونه، وأنعم عليك وتستعمل نعمته في حربه، تخالفه وأنت تعلم، فأمهلك سنين، فاحذر أن تنزل بك العقوبة. الخطر الشديد من إدمان المعصية، الخطر الشديد من الإصرار، الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. مثل هذا لا يغفر له، لأن ربنا وصف التوابين الذين يعفو عنهم ويغفر لهم، فقال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيه؟ بجهالة، ثم يتوبون من قريب. لكن اللي بيعمل السوء بتعمد ولا يتوب من قريب، مثل هذا لا يتاب عليه، لا يتاب عليه. لذا قال ربنا جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وثمة فرق شاسع بين
من يخطئ فيذنب وبين من يمكر على الله، بين من يمكر المعصية. فرق بين ده وده. إشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد. اوعى تبقى نفسك عنيدة، اوعى تعاند وتصر، توب. هتتوب امتى؟ قولوا تبنا الى الله. لا مش عايزها كده صراحة، انا عايزك تقول تبت الى الله. في قلبك كده، من قلبك. وعايز اسألك دلوقتي، تبت من ايه؟ لا 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 لا، بلاش نضحك على بعض. انا عايزك تحدد ذنب في ذهنك، حدد ذنب في قلبك، حدد ذنب تعرفه ويعرفه ربك، وقل تبت الى الله. حضر الذنب الاول عشان ما تبقاش بتلعب على ربنا. لذلك انا قلت احذر من التلاعب بالتوبه. في ناس بتتلاعب بالتوبه، عمال يقول دلوقتي توبته الى الله وهو مش ناوي يتوب. هيروح يقعد قدام التلفزيون بعد ما يخرج من هنا يتفرج، او قدام النت، او يمشي في الشارع يبص. لا 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 لا، ما تلعبش على ربنا، بطل لعب. اشفق على نفسك لو نزلت بك العقوبه، انت قدها. اللهم اعفو عنا، اعفو عنا. اللهم اعفو عنا يا كريم، اعفو عنا يا حليم، اعفو عنا يا لطيف، اعفو عنا يا عفو، اعفو عنا يا غفور، اعفو عنا يا رحيم، اعفو عنا يا تواب، اعفو عنا. اللهم اعفو عنا. اطلب العفو. الثانية إشفاق. إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. صليتوا معنا العشاء؟ يا رب تقبل. اللهم تقبل صلاتنا. المشكلة الكبيرة اللي احنا بنعمل بس يقبل، بس يقبل. ثبتت عن ثلاثة من الصحابة، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، أن الثلاثة قالوا لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في الدنيا. هو ده الإشفاق. سيدنا علي خايف لا يكون ربنا ما قبلش منه حاجة خالص، ولا ليلة الهجرة، ولا ليلة خيبر، يوم خيبر وفتح خيبر، ولا يوم محجب الناس بدل النبي. مش ضامن ان ربنا قبل منك حاجة خالص. اهي دي اشفاق على العمل ان يصير الى الضياع. انا فاكرك انت من الناس بتوع زمان. يا ترى عندك حاجة زي اعمال سيدنا علي دي تقابل ربنا بيها؟ عندك حاجة تقابل ربنا بيها؟ عمل كبير ضخم كده فز، تقول أقابل ربنا بده؟ طب لو حتى عندك ما تضمنش انه قبل. سيدنا عثمان يقول لو ان الله قبل مني خطوة، يعني يا سيدنا عثمان ما تضمنش ان ربنا قبل منك تجهيز جيش العسرة؟ يعني مش ممكن الحب بتاع النبي ده، انك انت سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يشرب مية من بئر روما، رحت اشتريت له البير؟ ما تضمنش العمل ده.
ما تضمنش عمل استسلامك وعدم شق صف الأمة لحد ما قتلته في إيدك المصحف، ما تضمنش العمل ده. أيها الناس، أشفقوا على أنفسكم، لحيلتكم عمل ولا تدرون أن الله قبل منكم عملا. عملت إيه؟ والله ولا حاجة. أنا بقول ولا حاجة، معلش ما تزعلش مني، لكن عن نفسي أنا بقول ولا حاجة. عملنا إيه؟ قدمنا إيه؟ في إيدينا إيه؟ نضمن إيه؟ كل الأعمال مشوشة وناقصة وضعيفة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. كيف يضيع العمل؟ يضيع العمل بأسباب. أولا، أن يفتقد الإخلاص. شرط لقبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. وكان عن يمينه فالتفت عن يساره وقال: يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله؟ رجل بيخرج غزوة يقاتل في سبيل الله تحت راية الإسلام، ينصر الدين، يريد الأجر، يريد أنه يموت شهيد، يريد الأجر، يريد أنه يموت شهيد ويغفر لسبعين من أقاربه ويغفر له مع أول دفقة من دمه ويشفع، ويريد الأجر والذكر. والذكر يعني أنه بعد ما يموت يقوله الله يرحمه مات شهيد، يا بخته مات شهيد. يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يبقى اللي حافظ القرآن عشان يبقى أمام أجره إيه؟ مش أنا اللي بقول، اللي بيصلي عشان يستريح، استريحت لا شيء لك. اللي بيصلي عشان ربنا يوسع عليه، وسع عليك لا شيء لك. الرجل ده لما حط ايده على قلبه كده قلت واحد يقول دلوقتي يا خرابي يا لهوي يا دي النصيبة، ده كده ما فيش حاجة، ضاع الشغل كله بتاع السنين. كان رجل يصلي في الصف الأول 20 سنة، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن صلاة 20 سنة مدخولة. كان بيصلي 20 سنة في الصف الأول بس عشان الناس شايفينه في الصف الأول، بدليل أنه لما صلى في الصف الثاني حس: يا ترى الناس هيقولوا علي إيه دلوقتي؟ خاب بعد 20 سنة وبقى يتأخر عن الصلاة، فعلم إن كان بيصلي عشان نظر الناس. عشان كده ابن الجوزي يا ابني بيقول أن هذه المسائل تحتاج إلى منقاش فطنة، محتاج إنك تنقي من قلبك، محتاج منقاش تنقي بيه الدخل والدخل. يا ترى وانت بتصلي، بتصلي لله ولا لنفسك ولا للناس
وانت بتصلي بتصلي لله خالصة ولا لله وللناس؟ لله. انك حين تصلي لما بيقول لك دلوقتي ان الاشفاق على العمل ان يصير الى الضياع، انك تخاف على العمل ان هو يضيع. ازاي يضيع؟ الا يكون لله. دي الاولى، الاولى انه يبقى لغير الله. الاخ بيقول عشان لله وعشان ادخل الجنة وعشان بلاش فزلك، هي لله. انا بصلي لان الله امرني بذلك، انا عبد اصلي طاعة، طاعة. هو قال لي صلي فانا اعمل ايه؟ اصلي. وقال لسه واحد بيقول لي انا لما بصلي في البيت بحس بالخشوع اكتر من المسجد. قلت له لو بتصلي لنفسك صلي زي ما انت عايز، لو بتصلي لله صلي كما يريد. قال لك تصلي في المسجد تصلي فين؟ بس اسمع الكلام، اسمع الكلام. نحن زي ما بقول كده دايما، الاخ اللي اعفى لحياته نقول له يا ابني اوعى تمن على الله ان انا كويس وانا حلو. لا، ده انت يدومك كلا لما يقضي ما امر. احنا بنعمل اوامر يدوب يدوب، ويريد نقوم بالاوامر. يبقى بصلي لان الله امرني بذلك، ملتحي لان الله امرني بذلك، بزكي لان الله امرني بذلك، بقرا القران لان الله امرني بذلك، بحفظ القران لان الله امرني، بعمل الاوامر. ايضا اسباب الضياع كتير بقى، ان يكون في العمل حظ نفس، شهوه، انك بيصلي لان الصلاه دي مزاج عنده، ريع عمره، شهوه، شهوه نفسه، شهوته. في ناس كده شهوته ياكل، وناس شهوته يشرب، وناس شهوته ينام، وناس شهوته نساء، وناس شهوته فلوس. واحد يروح يحك، شهوه، شهوه، دي شهوه عنده، تضيع العمل، تضيع العمل. ما هو رايح لنفسه مش لله. عشان كده قالوا ايه؟ احذر لذة العبادة فإنها مسمومة. بمعنى الأخ قام الليل، فلما قام بالليل حس بمتعة ولذة، الله، وصبح الصبح صدره منشرح وفايق وملحلح، وربنا كرمه في اليوم ده، زوجته طيبة وهادية وسامعة الكلام، والشغل ماشي زي الفل، واليوم مشي، الله. فجت تاني ليلة هيقوم الليل عشان ايه؟ ده طالب اللذة بقى، مش طالب ربنا، حابط، يحبط عمله. لذلك اشفق على العمل أن يصير إلى الضياع. يبقى الإنسان وهو بيعمل العمل، يا رب استر وما تضيعش العيشة دي، لأن العيشة دي لو ضاعت هيصليها في جهنم. كل وقت يضيع هيعيده في جهنم. صلي كل وقت فاتك إن لم تتب ويقبل له توبتك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا يا رب. أيضا من أسباب ضياع العمل، بسرعة بسرعة بسرعة، يعني الأسباب كتير جدا زي ما قلنا كده، وجود حظ للنفس في العمل، الرياء، السمعة، طلب محمدة الناس، طلب العلو على الناس، حب الظهور، حب الشهرة، حب التعالي على الناس، حب مدح الناس والفرار من ذم الناس، كل دي معاني تحبط العمل، مما يضيع أجر العمل. أيضا المظالم، المظالم، إن يبقى يحدل حق عندك، فلان قاعد في قعدة وشتمني، قال ده فلان ده
كذا، أي شتمة، غيبة، بهتان. ساعة ما قال راح ملك الحسنات كتب في صحيفتي إنك ليك عند فلان 300 حسنة. الفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شروني.